قال الرئيس الباكستاني عارف علوي إنه على الرغم من أن دوره الدستوري لا يسمح له بالتوسط بين الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بتعيين قائد الجيش، إلا أنه يحاول تخفيف التوترات لإنقاذ الديمقراطية. وقال علوي في أثناء تفاعله مع مجموعة من الصحفيين أنه يحاول تخفيف التوترات وإقناع جميع الأطراف السياسية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنقاذ الديمقراطية من الخروج عن مسارها وتحسين الوضع. وأضاف علوي أنه كان يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة لخفض التوتر السياسي في البلاد. وللمزيد معنا من إسلام أباد مراسلنا براء هلال. براء، إذن الرئيس الباكستاني يؤكد توسطه لحل الأزمة السياسية، ما هي آخر المستجدات بهذا الشأن؟ نعم، الرئيس الباكستاني البارحة في اجتماع له مع الصحفيين في مقر حاكم البنجاب في لاهور أعلن أنه سيسعى بالتوسط بين حزب الإنصاف الذي ينتمي له الرئيس الباكستاني بنفسه وبين الحكومة حزب الرابطة الإسلامية شهباز وقائدها نواز شريف. هذا التصريح للرئيس عارف علوي يأتي في ظل ظرف استثنائي تمر به البلاد، وهو انتقال القيادة العسكرية، حيث أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا سيتقاعد في 29 من نوفمبر من هذا الشهر الجاري، فيما لم يتم إعلان خليفته بعد، حيث تبقى على رحيله أسبوعين فقط ولم يتم إعلان اسم خليفته، ويتم تداول اسم الجنرال عاصم منير. هذا الاسم يبدو أثار بعض الغضب لدى حزب الإنصاف المعارض. حزب الإنصاف الآن يكثف حملاته للشحن باتجاه العاصمة، حيث بات الآن على يعني على بعد حوالي 130 كيلومتر من العاصمة. شهباز شريف كان في العاصمة اللندنية لمشاورة مع أخيه نواز حول اسم قائد الجيش الجديد، واليوم سيقفل عائدا إلى باكستان. البارحة حصل تطور كبير أثار غضب الحكومة وأنصار الحكومة ضد حزب الإنصاف، وهو إلغاء محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رحلته إلى باكستان التي كان من المقرر أن تكون في 21 من نوفمبر، وكانت الحكومة تعول على أن هذه الزيارة ستوفر لباكستان ما قرابة 14 مليار دولار، ما بين 4 مليارات دولار من المساعدات من الاستثمارات مباشرة و10 مليارات على شكل مصفات نفط في ميناء غوادر. إلغاء محمد بن سلمان لزيارته بسبب التوترات السياسية الأمنية في البلاد أثار غضب أنصار الحكومة الذين اتهموا حزب الإنصاف بتعطيل الاستثمارات والتقدم في باكستان، مما استدعى من الرئيس عارف علوي على ما يبدو أن يتدخل في هذا الأمر ويعلن أنه سيتوسط. الحكومة الباكستانية حينما خلعت رئيس الوزراء شهباز شريف بتصويت برلماني لم تصوت على عزل الرئيس الذي ينتمي أصلا لحزب الإنصاف، ربما كانت تنتظر مثل هذه اللحظات لتستخدمه كواسطة، حيث أنه شخصية مقبولة لدى الطرفين. من إسلام أباد مراسلنا براء هلال، شكرا جزيلا لك.